رب العرش العظيم. كنا قد توقفنا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجته المباركة، وذكرنا فيها جزءا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف تلك الحجة في حديثه الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم، ثم ذكرنا شيئا من خطبة حجة الوداع التي خطبها، وقلنا إنه صلى الله عليه وسلم قد خطب في ذلك اليوم في يوم عرفة خطبة جامعة مانعة بليغة جميلة، وخطب في يوم النحر أيضا أي في اليوم العاشر من ذي الحجة خطبة أخرى أضاف فيها على ما كان ذكره في يوم حجة الوداع، وكرر فيها بعض ما ذكره أيضا في يوم حجة الوداع. كذلك في بعض أيام التشريق ذكر خطبة أخرى أضافها على ما ذكر سابقا. فجمع عدد من أهل العلم، منهم الإمام ابن هشام صاحب السيرة يرحمه الله تعالى، جمع ما تفرق من هذه الخطب وذكرها لنا خطبة واحدة. فلذلك أسوقها مساقا واحدا، وقد كنت ذكرت ما يقرب من نصفها فيما سبق من الأيام، ونستكمل اليوم ما تبقى منها بعون الله تعالى. كان من خطبته صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، ألا يطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة. هذه من أهم الحقوق التي ينبغي للمرأة أن ترعاها بالنسبة لزوجها. الأول: ألا يوطئن فرشكم غيركم، كناية عن العفاف، أي أن يكن عفيفات طاهرات بعيدات عن الانحراف والفجور والعياذ بالله تعالى والأعمال التي يأباها الإسلام. فوطء الفراش كناية عن إقامة المرأة مع إنسان آخر. الثاني قال: ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم. إذا قال الرجل لامرأته: لا تدخلي فلانا أو فلانة بيتي، فأدخلته بدون علمه، فهي عاصية لله تعالى وتسمى ناشزة. حتى أن بعض أهل العلم جعل هذا منطبقا على أبيها وأمها. قال: إيش هذا الكلام، هذا لا يدخل في العقل. مرة واحد قال لي: أنا ما قلت أولا كل أهل العلم، ولا ثانيا كل ما ينطبق على عقلك وعقلي فهو الشرع. شيئين: أولا ما قلت وقول أهل العلم كلهم، وثانيا العقول مختلفة في تقييم الأشياء. بالتالي يا أيها الأخ الكريم، فليس كل شيء تقتنع به أو لا تقتنع فهو المطلوب وهو المقصود وهو الشيء الذي نريده. قال: أليس من واجبها أن تبر رحمها؟ نعم، إذا منعها من رؤية أبيها وأمها فهو عاص آثم، ويجب عليها حينها ألا تطيعه. أما قال: هذا بيتي، أنا لن أدخل أباك وأمك، إيش تقول له؟ واجب عليك أن تدخلها، اذهبي أنت إليه. على كل، هذا هو القول الأرجح، لا، وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه، لا، ولكنه قول موجود عند كثير من أهل العلم. لذلك أخذا من هذا الحديث، لذلك قال: ولا يدخلن أحدا. قالوا: هذه كلمة للإطلاق، ما في حدا. ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم. الحق الثالث: ولا يأتين بفاحشة، ليس فقط الزنا، كل أنواع الفواحش. قال: فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن. العضل هو التضييق على المرأة.
قال وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. قال الله تعالى ذاكرا عن مسألة حق الرجل على امرأته قال فإن عصينكم واللاتي يأتين كيف ذكرني فالصالحات قانتان غيب ما حضر واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن واللاتي تخافون نشوزهن، من نشوز؟ النشوز هو عصيان المرأة أمر زوجها على العموم، امتناعها من إتيانها، تقول لا أريد لك أن تأتيني. أقول هذا يا أيها الأحبة وأعجب ما في هذا الزمن لما أسمع من كلام طويل عريض في هذا الشأن. الزوجة تقول أنا لا، أنا أكرهك، ريحتك مي طيبة. طيب هذا زوجك على كل الأحوال، إذا تزوج عليها تجعله أحط خلق الله، إبليس أشرف منه بعشر درجات، إبليس أشرف منه بعشر درجات إذا تزوج عليها. لكن إذا أراد أن يأتيها وقالت له لا وقال أنت تمانعين، يعني هذا حقها، تقول لك حقي هذا، هذا حقي، آه حقك. طيب حقه أن يتزوج عليك؟ لا، ليس حقه. الآن نحن في زمان ما يسمى بالفكر النسوي، تسمعون به والعياذ بالله، وهو فكر أقرب إلى الإلحاد منه إلى الإسلام، والإسلام ليس تسلطاً. هذا الأمر يحتاج إلى بحث طويل، ولكن باختصار شديد، ليس تسلطاً، ولكن أي، من باب التقريب، أي مكان، أي دائرة تحتاج إلى مدير، وهذا البيت أشبه ما يكون بدائرة مصغرة، فإما أن تكون المرأة وإما أن يكون الرجل، ليس تسلطاً، أكرر، الأمر واضح، بين، لكن من يريد الإلحاد في دين الله والانحراف وهذه الأفكار الهدامة التي دخلت علينا، هذا يريد أن يلتف يمنة ويسرى، لابد أن يكون هناك قائم على البيت. والله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سبحان الله، شيء مؤسف والله، هذا الذي نسمعه شيء مؤسف. بل سمعت بعض النساء يقولن فليذهب زوجي إلى الحرام ولا يتزوج علي، يعمل الفاحشة أنا رضيانه بس ما يتجوز علي. إذا هيك كويس، ما في مشكلة، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إذا نشزت المرأة، عصت أمر زوجها، خرجت بدون إذنه، أدخلت بيته بدون إذنه، لم تعد تأبه له، هكذا. فالله تعالى شرع لنا ثلاثة حلول وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه. إذن فعظوهن، الوعظ النصيحة، يذكرها بالله كذا كذا، ما اقتنعت بعد فترة، واهجروهن في المضاجع، لا ينام بجانبها، يشعرها بأنه لا يريدها، بأنها بعيدة عنه، أبت. قال واضربوهن. أيضا جاء بعض أصحاب الفكر النسوي من النساء وبعض أصحاب الفكر الهدام من الرجال، فقال ليس الضرب هذا. مرة أرسل لي رجل تفسير معنى واضربوهن، قال، فجاء بكلام من اليمين ومن اليسار ومن معاجم العرب على ما يأباه فهم اللغة العربية وفقهها وإدراكها لكل ذي لب وعلم. قال ليس الضرب هنا بمعنى الضرب. قال لك إيش؟ اخترع 50 جملة لفق في بعضها وقال هذا هو معنى الضرب، هذا هو معنى الضرب. طيب إذا كان هكذا معنى الضرب كما يزعم، لماذا جعله الله آخر المراتب؟ كان يجعله أول المراتب، قبل الوعظ قبل الهجران. أيضا بعض الشيوخ وغيرهم قال إيه، يضربها بالسواك. شلون أستاذي؟ قال بالسواك، بالسواك ده يضربوها، الله يرزقك.
الله يرزقك على هالفهم ما أحلى. الفهم كويس في الدنيا كتير، الفهم كويس، بس سواك ده يضربه. أيوة معناها هيك بإصبعته يضربه بالجلال. لكن إيش عضحكوا على كلام الله؟ عضحكوا على أنفسكم. قال يعني الله بيجي بقى مشان يوصلك للنتيجة. يعني قال لك الله ضربه، إيه قال لي الله أضربه، بجيب السيف بضربه فيه، وهيك كمان المعنى. إلا أنت أجأم أيهما أنت والله الذي انحرف، أنت الذي لا تفقه شيئا. هنا قال رسول الله واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني إذا عملت للإنسان تاني هيك، هاي ضرب لما هو ضرب إيه؟ مؤلم؟ إيه مؤلم شوي. غير مبرح إيه؟ انتهى الكلام. عملت له هيك ضرب لما هو ضرب، ضرب لا رح يخدش ولا رح يجرح ولا رح يكسر، بس بزعج، بس بزعج. من هذه؟ كل النساء أبدا. ما ضرب رسول الله امرأة قط، ما ضرب رسول الله امرأة قط، لكن كان كثير من الصحابة يضربون أزواجهم. وفي الأحاديث أنه زائرة النساء فأذن رسول الله بضربهن، فلما كان اليوم التالي جئنا إلى رسول الله يشتكين، فقال الذين يضربون ليسوا بخياركم. هاي وسيلة أخيرة ولها يعني ضوابط غير مبرح. فهي مسألة واضحة، ليس كل النساء تضرب، وليس الضرب مبرحا لا بالعصا ولا 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 ولا. وهذا الذي يقول لك متأثر أحيانا بفكر الغرب. انظر إلى الغرب، روح تفرج على الغرب، بالله عليك أقول لكل عاقل تفرج إلى الغرب وما يجري فيه. بعض أفلام، تابع مقاطع الأفلام اللي بسموها اجتماعية، في أفلامهم الاجتماعية طبعا ما يحكي عن واقعهم. الأزواج والزوجات يضربون بعضهم ضربا مو مبرحا، مكسرا مهشما قاتلا. وروحوا بس طلعوا، ها هدول بيقولوا لك نحن أصحاب الحضارة. انظر إلى ما يصنعون ببعضهم بعد. أقولوا الإسلام والرجال، الرجال في الإسلام بقتلوا النسوان. والله كذب، والله كذب، والله كذب. شقد نسبة البقتلوا بشكل عام مجتمعنا بدون واحد عاصي لله اعتبره عم بقتل؟ شقد النسبة في المجتمع؟ الغرب أكثر مننا، لكن لا يستحون. المشكلة أنهم لا يستحون. كل شيء الإسلام، الإسلام ظلم كذا، أو يفسر الدين على هواه، أو لا يريدك أن تصل إلى حق. نسأل الله العافية. قال واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤذن، غير جارح. فإن أطعنكم فعليكم رزقهن. الآن بقى حقوق الزوجة على زوجها، منذ قليل حقوقه على زوجتي، الآن حقوقها علي. عليكم رزقهن، يعني الإنفاق عليهم. وكسوتهن بالمعروف. وإنما قال بالمعروف لأن الرجال يختلفون بالنسبة للمال، فهذا عنده كثير وهذا عنده قليل، ما تستطيعه طبعا. وهناك حقوق أخرى أيضا جاءت في السنة. إذا كان في الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، أخوك الذي لا تعرفه مسلم بس، فكيف بزوجتك؟ قد ورد في السنة خيركم خيركم لأهله. طيب قال وإنما النساء عندكم عوان ولا يملكن لأنفسهن شيئا. عوان جمع عانية، وهي الأسيرة. شبه رسول الله المرأة بالأسيرة. قال ليش؟ لأنه عب ظلمة وبقتلها رجعنا لنفس الموال الفاسد؟ لا أبدا. هذه المرأة خرجت من بيت أهلها إلى بيت زوجها، كما قلنا لا يجوز أن تدخل أحدا إلا بإذنه، لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه، فهي كمثل الأسيرة. لذلك إذا كان الإسلام حض على رعاية الأسرى، فهذه الزوجة شبيهة بالأسيرة، فأكرمها فارحمها فاعطف عليها. قال وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سبحان الله. أخذتموهن بأمانة الله،
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يقول زوجتك على كتاب الله. هذا الزواج زواج شرعي. الآن أيضا صرنا نسمع سبحان الله والله شيء مؤسف، ولكن لا بد لي أن أشير لأن هذه الأمور مهمة جدا وقد بدأت تنتشر. تسمعوا الآن بعضكم أو كثيركم منكم لا أدري، زواج مدني. إيش هو الزواج مدني؟ نصراني بجوز مسلمة؟ أعيد، نصراني يتزوج مسلمة، ملحد يتزوج مسلمة، هذا إيش هو زواج مدني؟ نحن في الإسلام زواج إيش؟ استحللت، قبل أن نقول شرعي، استحللتم فروجهن إيش؟ بكلمة الله، بكلمة الله. فالزواج جزء عظيم من الإسلام، أصل أصيل من الإسلام. الله قال عنه وجعل بينكم مودة ورحمة، سبحان الله. فإيش مدني ما مدني؟ والعياذ بالله تعالى. لذلك يخرج رجل وامرأة من دينين مختلفين فيذهبون إلى بلاد ليس عندها التزام بالشرع فيعقدون الزواج ثم يرجعون. هذا إذا لم نقل بشأن اللوطيين والعياذ بالله تعالى. طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله شيء يدمي القلب، يدمي القلب ما نسمعه وما يجري، شيء مؤسف لأبعد الدرجات. قال أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كل مقطع يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم وأبلغ ما يكون. إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لأحد مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. أيضا تعدي على الحقوق وأكل الأموال كم يجري وكم جرى وكم سيجري، سبحان الله. هذه قواعد الإسلام التي أسسها وأكد عليها في تلك الخطبة الجامعة المانعة في هذه الظروف التي مررنا بها. كم يختلف الناس وتجري بينهم مشاحنات بسبب الأموال، صلوا 10 سنين متدين، بعد 10 سنين هيك عن على باله أن يفي الدين. ايه 500,000 ده رجع لك اياها، 500,000 ده ترجع لي اياها. ان الله وان اليه راجعون. صلى 10 سنوات كم كانت وكم صارت ويختلفون وش ادنى ادرى. طيب ان لله وان اليه راجعون. انت عندك ذمه يا من بطأت بصاحبها 10 سنوات؟ والله ما عندي، وكذاب في الاغلب، كذاب، ما اقول على العموم، في الاغلب، في الاغلب كذاب. كيف كنت تأكل وتشرب؟ كيف تطيب نفسك 10 سنين؟ بالله عليك لو كنت أنت صاحب المال ماذا كنت تقول؟ في الليل ونهار الله يخرب بيته، إن شاء الله يتيتم أولاده. أيوة، وأنت صار لك 10 سنين الله يخرب بيتك أنت؟ لا لا، أنت معليش. قال ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الله أكبر. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال كفار يعني يصير يهودي مسيحي ملحد؟ لا، قال هو عبو الكفار. بعرف عبو الكفار. ما معنى الكفار هنا؟ ليس هو الكفر الحقيقي والله أعلم طبعا، وإنما هو الاستهتار بدماء المسلمين. الذي يستهتر بدماء المسلمين، يعني وإذا قتلته إيش بطلع منه؟ يعني بقول لك وإيش شغله؟ حقه رصاصة. نسمع صرنا في هذه الأحداث رصاصة، مسلم حقه رصاصة. الله أكبر. ألا لا ترجعن بعدي كفارا. الكافر لا يأبه بدم المسلم فلذلك يقتله، فمن يفعل بالمسلمين من القتل ما لا يكون له وزن عنده، ما له سائل على هالموضوع، شبهه رسول الله بالكافر. ما يجري من الفتن بين المسلمين واسترخاصهم لدماء بعضهم البعض هذا يشبه الكفر ويؤدي بصاحبه إلى الكفر. لذلك قال
إيه كفارا إذا صار كافر انتهى الموضوع. قال لا، يضرب بعضكم رقاب بعض. لذلك أكرر هنا، الكفر ليس الكفر المطلق، وإنما هو كفر مخصوص بمعنى أنه يستهتر بدماء المسلمين ولا يقيم لها وزنا حتى ينتهي به الأمر إلى أن يستحل الدماء فيكفر بذلك. يترتب على هذا أيضا ما نسمعه الآن في هذا الزمان مما يسمى بجماعات التكفير أيضا. كل كلمة هذا شرك شرك شرك، وزع شرك ببلاش. الزلمة عنده طابعة بكبس زر بطلع شرك 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 وانت ماشي. قال مدد شرك، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك، ما أدري إيش شرك، لا إله إلا الله شرك. لو قرأنا كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى رأيناهم، أقصد الفقهاء تحديدا، ذكروا في معظم ما ذكروه من يفعل بعض الأفعال المنكرة التي في ظاهرها يحتمل الشرك، ذكروا ذلك في أبواب المحرمات لا في أبواب العقيدة المكفرة. فقالوا مثلا من جاء فنذر نذرا لولي وأشعل عنده شمعة، وين ذكروا هذا؟ في بحث النذور، ما ذكروا في بحث العقيدة. من هدول الفقهاء؟ ما عم بحكي على مثلا من باب البيان عن أهل التصوف، بارك الله في جميع من كان على الحق من المسلمين. الفقهاء ذكروا مثلا من نذر نذرا لولي، فقالوا يحرم هذا إلا أن يعتقد أن هذا الولي لا يضر ولا ينفع، فإنه يكره له ذلك وينبغي أن ينبه. لا شرك 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 شرك، وزع شرك على الناس، ثم يموت هذا الإنسان فيقولون إيه هذا كان من جماعة الصوفية، مشرك شرك أكبر، هذا لا يدفن في مقابر المسلمين، مشرك شرك أكبر لا يدفن في مقابر المسلمين. متى قال هذا؟ قال بعد أن ذكر ألا لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل كلمة أكفر المسلمين سأقتل الناس إذن، وقد رأينا ما جرى بنا وبغيرنا. خرجت جماعات أشبه ما تكون بالخوارج الذي ذكرتها لكم في دروس السيرة السابقة، وحدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، سبحان الله. وهؤلاء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. تذكرون منذ مدة قريبة ذكرنا صفات الخوارج، ظهر في عصرنا جماعات أشبه ما تكون بالخوارج التي كانت في بعيد العصر النبوي في زمان علي رضي الله عنه وفي أواخر خلافة عثمان، سبحان الله. ثم قال إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. هذه رواية صحيح مسلم بهذا اللفظ، تركت بعدي ما إن تمسكتم أو أخذتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله. هذه رواية مسلم. رواية ابن هشام رحمه الله تعالى ورواها الحاكم في المستدرك أيضا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا متى كان؟ في حجة الوداع. في رواية يتساءل بعض الإخوة كل فترة يطرح هذا السؤال، في رواية موجودة في السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، ليست في حجة الوداع. قال طيب في إيه في في إيه في نعم في هذه قيلت في غدير خم. تذكروا قصة غدير خم أيضا منذ فترة لما ذكرناها، لما رجع علي رضي الله عنه من اليمن بعد أن اختلف مع بعض الصحابة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدافع عن علي ويبين أنه لم يخطئ، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال هكما روى الإمام مسلم أيضا في الصحيح، تركت فيكم ثقلين كتاب الله، ثم قال بعد أن قال أذكركم الله في كتاب الله، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. اللفظ إذن وأهل بيتي،
أنا قلت الآن منذ لحظات عترتي وأحلى بيتي كما في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث في غدير خم، أما هنا في حجة الوداع فقال كتاب الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. هذه رواية مسلم، رواية ابن هشام والحاكم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. عطوا بنتي هذا الخاتم، بتقول المرأة الكبيرة لا يجوز يا أمي، لا يجوز، أعطيها الآن إن أردت، أما بعد وفاتك ما تركتيه كله يقسم بحسب ما قسمه الله تعالى، لا وصية لوارث. قال والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هناك ألفاظ عديدة في هذه وروايات أخرى لتتمة حجة الوداع، خطبة حجة الوداع، لكن لا أريد أن أطيل، سآتي عليها غدا إن شاء الله. اللهم انفعنا بما تعلمنا والحمد لله رب العالمين.